حبينا نعمل هذا المؤتمر الصحفي اللي عنوانه تصويب البوصلة. اخترنا هذا العنوان تصويب البوصلة لأنه هيدا عنوان المرحلة فعلا لخلاص البلد، خاصة للخروج من هالأزمة السياسية اللي هي اليوم معطلة كل شيء. نحن لما عم نقول بدنا نصوب البوصلة، هذا كلام كتير واضح وصريح من ناحية عدم استغلال شيء لمصلحة البلد وتحويله وأخده إلى مطرح تاني. نحن لما طلعنا حكينا بموضوع معامل الطاقة للكهرباء، آخر همنا ومش اهتمامنا هو نحن نعيد المشهد اللي هو مشهد النكد السياسي اللي معطل كل شيء بالبلد. نحن صار محاولات من أسبوع لليوم لشيطنة هذا العمل اللي هو عدم القبول بأنه نكون شهود زور على شيء اليوم بيضوي شمعة بهالعتمة. ونحن أبداً 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 كوزارة اقتصاد وكوزير معني جايين اليوم نعمل مبارزات أو جايين نعمل عروضات أو بطولات. نحن بكل بساطة نقلنا رسالة عمرها اليوم تقريباً سنة وست أشهر للمواطن اللبناني، للمسؤولين اللبنانيين كلهم، الدولة اللبنانية كلها، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، أحزاب سياسية، كل المعنيين، وهي التالي أنه كانون الثاني 2023 اللي هو تقريبا من سنة وخمسة أشهر أو سنة وستة أشهر، سنة ونص تقريبا، بيتوقع عقد التنقيب عن النفط مع شركة توتال وقطر أنرجيز بلبنان بحضور الحكومة اللبنانية، بحضور رئيس الحكومة، وزير الطاقة القطري وكل المعنيين بهذا الموضوع. وكانون الثاني 2023 هو نفسه الشهر اللي أعلن وأدرج بتفاصيله هذا العقد أنه الشركات المعنية ستنفذ مشاريع طاقة بديلة بلبنان. طيب ب 22 تشرين 2023 نحن ناخذ وفد اقتصادي، وزارة الاقتصاد بتطلع على قطر لتزور أشقائنا القطريين، تتشكرهم على عدد كبير من المبادرات، وأنا كوزير اقتصاد إلي كامل الحق، كامل الحق أني أحكي بداية بموضوع الطاقة، أحكي بأي قطاع اليوم بيأثر على الاقتصاد اللبناني سلباً أو إيجاباً. للأسف معظم الأحيان عم تكون الأمور سلبية، وبطلعتهم موضوع الطاقة اللي اليوم بيأثر تقريباً على 30 أو 40% من الاقتصاد اللبناني. نحن لما راح الوفد، وأنا دايماً حريص أنه بحضور باجتماعاتنا دايماً يكون في حضور دبلوماسي يمثل لبنان وحضور قطاع خاص، ونحن بالاجتماع اللي انعمل بتشرين 2023 بحضور سعادة السفيرة سفيرتنا بدولة قطر وحضور أكثر من 18 ممثل للقطاع الخاص اللبناني مجتمعين، توصل لنا رسالة واضحة بكلام واضح أنه منذ توقيع العقد بكانون الثاني كان في بمندرجات هذا العقد إنشاء المعامل، و تم إرسال كتاب بتاريخ لاحق يعني بعد ما مضى هذا العقد بإنشاء ثلاث معامل، وهذا طبعا على مسمع الجميع، للطاقة الشمسية كل معمل 150 ميجا وات بيتطلب بس من الدولة اللبنانية مساحات أراضي. نحن اللي منحب نوضحه أنه نحن اليوم موضوع التعطيل اللي عم نحكي عنه ما بدنا إياه مثل ما قلنا يشيطن ويحول إلى مناكفة سياسية، لأنه هن المناكفات السياسية اليوم عطلين كل شيء بالبلد. نحن التعطيل اللي عم نحكي عنه هو اليوم تعطيل انتخاب رئيس جمهورية، تعطيل كل الإصلاحات والقوانين اللي طالبها صندوق النقد الدولي اللي إلى سنتين بتراوح مكانها، تعطيل كل عمل اليوم بيقدم البلد فشخة لقدام. هذا التعطيل اللي عم نحكي عنه، ومعه طبعا يقع هذا التعطيل اللي هو اليوم شفنا بوسائل بعض وسائل الإعلام بين امبارح واليوم دخلوا بالتفاصيل انه هيدي العقود بدها قوانين وبدها مراسيم
وهيدا أكبر دليل إنه لما نحن حكينا بهذا الموضوع كان جوابنا إنه المسؤولية تقع على كل الدولة اللبنانية، لأنه نحن بنعرف قبول الهبات وقبول مشاريع من هالحجم، بغض النظر على إنه البعض اليوم عم بيحاول يقول إنه هذه منا مجانا وهذه استثمار أو هذه بدها قوانين. هيدا اللي أنا عم بحكي عليه تصويب البوصلة. البوصلة يا جماعة إنه بدنا نضوي الضوء، بدنا نجيب هالكهرباء اللي إلنا بنسمع فيها سنين، واليوم في عرض جدي، اليوم القيادة القطرية رايدة إنها تساعد لبنان، نحن بدنا نتجاوب ونعطي نتيجة. اليوم ما أنا كوزير اقتصاد مش شغلتي أنا فوت بالتفاصيل التقنية، لأنه بلش اليوم ينحكى إنه وزير الاقتصاد عم يحكي إنه ما بدك أراضي كبيرة وبدها أراضي كبيرة وغيره. ما نضيع اللي عم بحاول يعمله وزير الاقتصاد، ما نضيع اللي الشغل اللي دولة قطر عم تحاول تعمله لإنقاذ لبنان من العتمة. اليوم أنا ما بيهمني إذا بده 1000 أو 2000، أو اليوم طالع خبر إنه بده 1,000,000 متر مربع كل معمل، ما بيهم. بيهم إنه علينا واجب إنه في بلد مطفى بدنا نضويه، إن شاء الله بدها 2,000,000 كيلومتر مربع. أنا ما بيهمني، أنا بيهمني إنه في مبادرة إجت للبنان وبدها تنحط بإطار استثمار على 25 سنة. إيه استثمار على 25 سنة؟ شو معناته استثمار؟ يعني عم بيقلك أنا بدي إجي أقدم لك هذا المعمل وبدي عمره وبدي شغله بلا ما تدفع، مثل ما نحن قلنا تكلفة صفر ليبلش المشروع. نحن ما قلنا إنه هيدا فتنا بتفاصيله الاقتصادية والعقد اللي بده يصير، نحن قلنا إنه اليوم عم بيقلك القطري أنا جاي أعمل لك معمل وضوي لك الضوء، بده يكون استثمار على 25 سنة. هذه الأمور التقنية ما لي شغل فيها أنا، المعنيين بعدين هذه بيعالجوها، بس حتى لو بدي حطه بإطار الاستثمار على 25 سنة فليكن. اليوم عم بعمل معمل، عم ضوي كهرباء، عم مشي مضخات مي، عم خفف التلوث، عم خفف موترات الكهرباء، عم برحم الناس، عم لاقي حل. 25 ولا 50 ولا إن شاء الله 100 سنة، بس جاي عم بيقول لي أنا بعمل لك إيه بأربعة أشهر بست أشهر؟ من سنة ونص، قلنا سنة ونص من كانون الثاني 2023 لنيسان 30 2024، ونحن حكي 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 كل الدولة اللبنانية حكي بحكي. هذا اللي نحن عم نقوله، انه تفضلوا خلونا نشتغل عليهم هولي. بعدين التصويب، انا قلت اليوم لما بيطلع كمان بينحكى انه بده قانون وبده او مجلس وزراء، طيب ما هذا بيعني انه اللي معطل اللي هو كل الدولة اللبنانية عارفين انه لا يقطع بمجلس الوزراء او لا يقطع بمجلس النواب، يعني في 1 و2 و3 و4 مسؤولين وهن نفسهم الجهات اللي اليوم معطلة كل البلد. يعني ما حدا يجي هلا يجرب يعملنا مشاكل مع حزب سياسي او فريق سياسي او يخانقني انا وزير الطاقة زميلي، لانه لا هو خصه ولا فريقه خصه ولا حدا معين خصه بهذا الملف. هذا الملف عم يتعطل لانه بده يمرق بالمسار اللي نحن حكينا عنه التشريعي والحكومي اللي هو فيه كل الفرقاء السياسيين، ونحن بنعرف بهيدي البلد اذا من اصل 50 راس ما في 48 ما قالوا ايه ما في شيء بيمشي اصلا. يعني ما نجي ناخذ هلا الطلب اللي نحن عم نطلبه بتنفيذ هذا المشروع اللي اليوم تحول من 3 معامل لمعمل، وهذه بداية جيدة، اللي هو 100 ميجاوات اللي اليوم يمكن ينحكى عنه بتفاصيل أكثر، لشيء سياسي نكد سياسي. أنا ما بيهمني النكد السياسي ولا بيهمني اليوم مين المعطل، أنا بيهمني مين ما كان المعطل أيا يكن يمرق بقى بمجلس النواب، بده مجلس وزراء يمرق بمجلس وزراء، ينعمل خلال أسابيع وخلال أشهر. وفي ناس عم بتقول إنه هيدا مسار طويل، ويعني إنه إذا تقدم بأول سنة 2023 مسار طويل، بدي سنة ونص أنا لحطه على السكة ولبلش أحكي بمعمل الكهرباء بالوقت اللي أنا كان لازم فورا روح فتش على شقفة أرض، سخر كل الإمكانيات اللي عندي لجاوب الجانب القطري وأعطيه جواب هيك بيعزز الثقة اللي اليوم عم نفتش عليها بالبلد، ولا لا بيروح وفود لبنانية مرة ومرتين وبيسمعوا حكي، مثل ما منروح على صندوق النقد الدولي بأمريكا كمان منأكل بهدلات وشرشحات إنه شو عملتوا بالإصلاحات. ما هي زيتها يا جماعة، يعني ما بقى نضحك على بعض وندور على حلقات ضيقة ونجرب نعمل مشاكل بالسياسة سخيفة. المشكلة أكبر من هيك، في اليوم تعطيل بالبلد، عم بيطال كل المؤسسات، عم بيطال كل المواقع، وعم بيطال كل المشاريع. الكل مسؤول، وأنا وزير بهذه الحكومة وعم أقولها، بس أنا ما بدي أكون جاهد زور.
انا ما بدي يكون وزير بيسمع وبيطنش وبيسكر عينيه وبيسكر دينيه وبيقول ما بدي اعمل شيء وما بدي احكي شيء. لا، في موضوع اليوم حيوي، في بلد ملوث عم نتنفس سموم فيه نتيجة موترات الكهرباء. ومعلش هلأ بما أني ذكرت موترات الكهرباء، أيضا من المعطلين هني مافية الكهرباء ومافية المحروقات ومافية النفط والمازوت، كلهم معنيين وكلهم معطلين، كلهم معنيين مع الدولة اللبنانية. خلينا نروح أبعد من هيك، مع أني ما بحب استهدف القطاع الخاص، بس الكل معني بموضوع التعطيل اليوم. فنحن ما بقى بدنا نتنفس سموم. اليوم مدينة بيروت نمشي فوقها من موترات الكهرباء غيمة سوداء، نحن وولادنا وأهلنا عم نتنفس سم كل يوم. حتى نحن أهل السلطة اللي عايشين بهالمدينة عم نتنفس سم كل يوم. يعني ما بقى عم بقدر أفهم كيف واحد بيتنفس سم وبيقدر يضل قاعد ساكن. غير هيك، أغلى بلد بالعالم اليوم عم ندفع فيه سعر الكيلووات. ما في دولة بالعالم اليوم في مواطن يدفع سعر الكيلووات فوق 70 سنت، حنصير بعد شوي. غير السم وغير القهر وغير الكلفة على الاقتصاد اللبناني، ما في مصنع، ما في متجر، ما في محل اليوم منه واقع بخسارة. أول سؤال بتسأله إياه بيقلك عم حط ربحي وعم حط خسائري كلها حق المزود، جيبوا لي الكهرباء جيبوا لي المزود وشوفوا أنا كيف برجع بشتغل وبوسع وبخلق فرص عمل وبفتح. هيدي المشكلة مشكلة كبيرة يا جماعة. ما حدا يزايد اليوم انه عم نعلي الصوت، لا، بدنا نعلي الصوت وبدنا نحكي وبدنا نقول الكل مسؤول. ما تاخذونا على مطارح ما بدنا نروح عليها، وما تضيعونا بالتفاصيل البايخه الممله. في اليوم مبادره قطريه بدنا نتلقفها بوطنيه كلنا، وما حدا يزايد على حدا. ولما بنشتغل مع بعض نحن كوزراء وكحكومه بناتي بنتائج. هيدا الشيء اليوم طرح، لابد انه ال100 ميجا وات اللي اليوم اجت بشكل رسمي وسربت للإعلام وطلعت، لأنه الكتب اللي قبل لا سربت ولا طلعت، هيدي وصلت وطلعت وسربت ونحن عم نحكي فيها. خلينا نشوف إذا وزير الاقتصاد غلطان كيف بدنا ننفذ هالمية ميجاوات بسرعة، لأنه ما بدها سنة ونص لتتنفذ، وما بدها نص الجغرافيا اللبنانية لتتنفذ، وما بدها قوانين ومراسيم ما بتنعمل بأسبوع. أنا إذا عندي بلد مطفى وأنا حكومة مسؤولة ومجلس نواب مسؤول، بعمل جلسة طارئة وبنفذها وبضوي الضوء، نبضل بحكي بالعتمة وبحكي بالسلبية. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم، يا عيب الشوم على كل مين اليوم طلع بالإعلام انتقادات على الشيء اللي عم نحاول نعمله. وهي مش أول مرة بتصير. طلبنا بالإهراءات طلع انتقادات بلا ما يطلع دعم. هيدا الإهراءات لمين؟ لخبز الناس وللبلد. طالبنا بالكهرباء بيطلعوا ألف صحفية لهم عين يطلعوا ينتقدوا. الكهرباء لمين؟ لعندي بالبيت أنا ولا الكهرباء للبنان كله؟ فكفينا فعلا، كفينا مراوغات وكفينا طحنك وكفينا أخذ الأمور إلى أماكن أخرى. خلينا نركز أنه في مبادرة إيجابية جدية صارت من عادي مرارا وتكرارا على سنة ونص. خليها الحكومة اللي نحن جزء منها ومجلس النواب يقوم بكل ما يتطلب لإقرار المشاريع وإقرار المراسيم وإيجاد الأرض وتأمين كل الهيكلية القانونية لوضع هالقطار على السكة، لأنه بكفي طحنك وبكفي اتهامات سياسية وبكفي أخذنا على مطارح ما إلى طعمة، لأنه الضوء ما بيضوي إلا إذا قرر الكل أنه يضوي الضوء. خلينا نضوي الضوء بقى ونطلع من هالعتمة، لأنه تعب الشعب اللبناني وتعبنا نحنا وقرفنا بما فيها نحنا هالحكومة من كل النكد السياسي اللي عم بيصير والتعطيل اللي عم بيصير بالبلد. معالي الوزير، تصويب البوصلة عنوان المؤتمر الصحافي تبعول حضرتك. نعم. بس حضرتك وزعت المسؤولية على كل العالم والشعب ما بهمون غير يشعوا هاللمحة. هذا اللي عم نقوله. ايه، بس بدك تحط مسؤوليات، يعني المسؤولية منا على الشعب. بدك ما لا مش على الشعب. ما سميت حضرتك مين ان المسؤولين، وزعت على الكل. في حدا بده يتحمل مسؤولية بهيدا الملف؟ لا، عندك شغلة. أنا لا يعني لا. ما كان تصويب البوصلة، ما عندك يعني. لا، تصويب البوصلة كان عشرتك بدك تقول مين بس حدا. تصويب البوصلة هو إنه ما تضيعونا، لأنه اليوم تبي اليوم نحن بمرحلة مثل ما بيقولوا بالمثل الشعب اللبناني، بدنا ناكل علم ما بدنا خانق الناطور. اليوم
نحن عم جرب نعتمد الدبلوماسية بخطابنا، لأنه اليوم لما بصير اتهام مباشر أو بصير تصويب أصابع مثل ما شايفين، نحن لا صوبنا ولا اتهمنا، وبلشت المعركة من امبارح، بلش الهجوم على وزير الاقتصاد وعلى شو عم يعمل وزير الاقتصاد، وانقلبت صارت مشاكل سياسية. أنا اللي عم قوله يا جماعة، ما تجربوا تضيعوا اللي عم نعمله يروح بالمشاكل السياسية ونطلع بلا معمل الكهرباء أو بلا الطاقة. لا لقلك شغلي، أنا الوزير القطري لما حكي معي قال لي نحن تقدمنا من الدولة اللبنانية، قال لي نحن قدمنا للدولة اللبنانية تبدأ بالسلطة التنفيذية، يعني بالحكومة، قدمنا للحكومة وهيدا مشروع. لما نحكي انه بده مراسيم وبده قوانين، يعني فت بالطبخة كلها السياسية اليوم، يعني اذا في فريق، يعني انا ما بقدر اجي اقول والله هيدا الفريق، يعني امبارح طلع عم بيقول انه التيار الوطني الحر، قول يا معلم لا مش تيار الوطني الحر، لا التيار الوطني الحر بيجي هلا اليوم بيقول لك طب انا بدي اعمل معامل، انا باكد لك 1000% مش 100% انه في احزاب سياسيه ثانيه بتقول له لا طول بالك، ما بدنا نشوف كيف بدها تصير، ما هذه هي المشكله. وانا عارف انه منا عند فريق واحد، لانه كل الاشياء الباقيه اللي عم تمرق معنا واخرها كان صندوق النقد الدولي، وانا كنت واضح وصريح مع صندوق النقد بامريكا انه التعطيل من الفرقاء كلهم، ما في اتفاق بين كل المكونات السياسيه. يعني انا مشان هيك اليوم ما بكون منصف انا اذا بيجي بتهم حزب او بتجي بتهم وزير واحد، خاصه بهالمبادره انا الماضي كله ما لي شغل فيه، انا عم بحكي اليوم بشيء بدي اياه يتنفذ. الوزير القطري بيقول لك حكينا معك كدوله لبنانيه كحكومه لبنانيه فيها 20 مكون، اكيد نصهم هن بيعطلوا، بس انا ما بدي فوت اليوم انه فلان وفلان، لان كل واحد عليه مسؤوليه. بكره لما بتجي بدك تحكي بالاراضي وغير الاراضي بتروحي على وزاره ثانيه، لما بدك تجي ترجع تحكي بموضوع البلديات بتروحي على وزاره ثالثه، هول كلهم يا بدهم يتفقوا انه نعمل هالمعمل يا واحد بيعطل على الثاني وما بتعود بتصير. يعني معلش هيدا اللي انا عم اقوله، خلي الكل يسمع وزير الاقتصاد اللي عم بيقول انه تلت او تلتين اقتصادنا مضروب من وراء موضوع الطاقة، رحمونا يا جماعة وخلونا نرجع نمشي هالطاقة. ما بيهمني مين مجلس الوزراء مع الوزير اول امبارح، طرحت على الرئيس الحكومة وعلى الوزراء؟ لا انا ما طرحتها قبل، طرحتها قبل من اخر زيارة زينا فيها على قطر وما صار شيء من وقتها. يعني انا رحت لعند رئيس الحكومه وقعدت معه وبلغته حسب انا موجباتي كوزير، قلت له انا قعدت مع، خاصه انه الوزير القطري انا سالته من باب الاحترام والعلاقات الدبلوماسيه، قلت له قدام سفيرتنا، قلت له عندك، وساعدت السفيره طبعا لما بيكون معك سفير كله يدون بالمحضر، قلت له عندك مانع انا انقل هاي الرساله مثل ما هي؟ قال لي لا انقلها واكثر، لانه نحن بدنا نساعد لبنان وحابين نوصل لنتيجه، بس طال الامد طال الأمد إلنا 7 أشهر مبلغين. هذا اللي عم نقوله، وأنا نزلت ووصلت رسالة بتشرين، بشهر تشرين الماضي 23 إنه يا جماعة 1 2 3. طيب من تشرين لليوم ما صار شيء، ما بدها هالقد، فما يطلعوا يحكونا اليوم بإنه بدها وقت وما بدها، لا ما بدها وقت يا حبيبي، بدها تطلع تعلن المبادرة، تدعي كل الوزارات المعنيين أو ندعي كل مجلس الوزراء يقعدوا يقرروا شو بدهم يعملوا كل الوزارات، لأنه هيدا مشروع على الأقل في شي 6 وزارات معنيين فيه ليتنفذ. في عندك وزارة البيئة، في وزارة الاقتصاد، في الطاقة، في الأشغال العامة والنقل، في البلديات الداخلية والبلديات إلى آخره، يعني حسب شو بدك تعملي وكيف بدك تعملي هالمشروع. فنحن اللي عم نقوله إنه مرق سنة ونص بيكفي، معمل طاقة شمسية ما بده سنة ونص. لك طيب إذا بده ينحكى إنه مشروع بده وقت للتنفيذ، على القليل الإطار القانوني، الإطار القانوني بده سنة ونص. ما بقى نضحك على بعض، ما بقى نضحك على بعض، نضحك على العالم. ليش هلا معالي الوزير اذا عم تقول صار له سنه ونص قبل كان في 3 معامل كل واحد 150، ليش ضليتوا ساكتين كل هالفتره لهلا لفتحتوا الملف؟ لا انا هلا في معمل واحد 100 ميجا وات، يعني عم انا لاقول لك شغلي، انا احتراما للاصول بقانون الثاني عم نحكي 2023، انا ما تدخلت بالموضوع لانه كنت معتبر انه مضوا الاتفاق وقتها عن التنقيب مع توتال وهذا كان جزء من الاتفاق. طيب بس انا تفاجأت لما رحت انا بزيارتي على قطر انه تبلغت وقتها، يعني بتشرين الثاني عفوا بتشرين 2022، انه هيدا التقدمة بلغة للحكومة اللبنانية من 7 أشهر، يعني باشهر قليلة بعد عقد الاتفاق ابدوا القطريين نيتهم وتوتال بالبدء بالتنفيذ، يعني بعتوا كتاب مثل هيدا اللي انبعت وتسلم باليد انا حسب ما عرفت وقتها للدوله اللبنانيه للحكومه اللبنانيه ايا يكن من يستلمها انه بلشوا بالمشروع.
طيب نحن ما سكتنا، نحن كنا بقطر ومن قطر اعلنا الموضوع. وانتو قدت انا ليش عم بعلم موضوع له علاقه بالطاقه من قطر؟ قلت له لان انا اقتصادي وانا وزير اقتصاد مضروب بالطاقه، مضروب جزء كبير منه من الطاقه، ومشاكل ثلاث ارباع من ورا هالموضوع. جينا لهون وبلغنا الجهات كلها المعنيه من مجلس نواب لمجلس وزراء للكل. طيب ورجعنا رحنا زياره ثانيه على قطر، رجعنا سمعنا نفس التسجيل انه طيب شفناكم بنوفمبر 2023، صرنا نحن هلا نيسان 2024، شو بدكم تعملوا يا جماعه؟ يعني نحن بلغنا، مشان هيك انا عم اقول ما بدي يكون شاهد زور، خاصه انه هيدا مشروع يمكن تنفيذه بعكس ما عم يسوق اليوم يعني عم بحكي خلال 48 انه شيء صعب وبده وقت وهالقد وتقنياته ملبكه. لا 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 لا، اذا بدنا نلبكه بنلبكه، واذا بدنا ننيمه بننيمه، واذا بدنا ناجله بعد سنه بناجله. بس في دول نحن بنعرفها حوالينا بتنفذ هيك مشروع خلال 6 اشهر على القليل، يا اخي بتضع له الآلية لك بتعلن عنه، ما صار شيء منه هذا كله. ما بدك تحكي بالتعطيل، ولكن اليوم في واقع، يعني اذا بدنا نلجا للمناطق اللبنانيه، كل منطقه لبنانيه في عندها طبعا انتماء سياسي معين واصحاب المولدات تبعين له، طبعا هذه احدى المصائب. طيب هون كمان انتم ليش وقفتوا الرقابه؟ كنتوا قبل تنزلوا تعملوا رقابه، هل تعرضتوا لتهديدات؟ واليوم كمان هذا الموضوع اكيد مرتبط بالهبه القطريه والتوقيف تبعها. طبعا ما انا عم اقول لك، انا هلا يعني مثل ما بيقولوا خلال حديثنا، ما قلت انا ما بحب اتعرض انا للقطاع الخاص، لاني كمان شملت كثير من الكارتلات اللي بنسميها بالبلد اللي في جزء منها بالقطاع الخاص، اللي هن اصحاب المولدات، اللي هن شركات النفط والغاز، اللي هن الى اخره. مش كلهم، عم اقول في منهم خلص محتكرين هذا الموضوع وعم يستفيدوا منه بمبالغ كبيره، بس نحن عم نتسمم، نحن عم ندفع تكلفه باهظه، ونحن ما فينا نكفي هيك. يعني اليوم بيقول لك كارتيلات المولدات، ايه وانا هذا الحديث صار معي بطرابلس من 3 ايام، انه بطرابلس يعني قايم الدنيا وقاعد بموضوع المولدات. قلت لهم يا جماعه هذا موضوع اذا بدكم تحلوه على مستوى وطني، مش وزير الاقتصاد اللي بحله، هذا بده قياده الجيش وقياده قوى الامن والامن الدولي، بدك الاجهزه كلها تتحرك معك وتضرب بايد من حديد اذا بدك تحلي موضوع الكهرباء. بس بنرجع شوي لامر واقعي. يعني نحن ليش انا عم اقول ما بقى نكب الملامه على حدا؟ اليوم قديش نحن هجمنا قطاع المولدات اول ما استلمنا هالوزاره، وبعدنا لا ما وقفنا، انا بعدني لليوم بعمل محاضر ضبط، بس حدث ولا حرج. بتروح على القضاء، شو بدك تسمي 4000 7200 متار بلبنان فيه، وكله بعده ماشي. بس لقلك ليش؟ لانه لما بنجي نحن نوصل لمرحله، انا وصلت لمرحله مع المحافظين انه بدنا نسكر ونقفل، قامت علينا الناس، لانه ليه الدوله ما مأمنه بديل؟ ما هيدا نحن ليش عم نشد اليوم بالموضوع القطري؟ بيأمن بديل 400 يا جماعة، 500 ميجاوات يعني 4-5 ساعات كهرباء. بس اليوم صاحب الموتور بيقولك تعا طفيلي، تعا فرجيني أبضيتك، تعا طفيلي وخلي فرجيني شو بدك تعمل للناس. الدولة ما قدرت تقدم بديل، بعدنا لليوم نحن منروح منجي ما أمننا بديل. إذا ما أمنت بديل بده يضل الموتور داير. مشان هيك عم نقول خلينا بقى ناخذ مبادرات مؤسساتية جدية ضمن إطار الدولة اللبنانية، بتوطي سعر الكيلووات، بتعرفي شو عم بيفوت عندك على الشبكة كهرباء، بتحولي كهربتك لكهرباء نظيفة. بس نحن هذه موضوع المطارات يعني وصل لمرحلة لا يحتمل، والله يسترنا كلنا ويجيرنا كلنا صحيا وغير صحيا، لأنه الأخبار اللي عم تطلع، وهذه من الأشياء اللي فعلا أنا زعجتني كتير، الأخبار اللي عم تطلع على الموضوع البيئي بموضوع التلوث من وراء المطارات شيء مخيف، وأطفالنا عم بيصير معها حالات ربو، وعم بيصير معها حالات شيء بينحكى فيه شيء ما بينحكى فيه. ما بدي كمان أطلع بكرة أحكي بمواضيع تانية، يتفضل كل واحد يتحمل مسؤوليته. معاليك، هل تصريحك ورط وزارة الطاقة، خصوصا وأنه نحن بعد ساعة عنا مؤتمر صحافي لوزير الطاقة لتناول نفس هذا الموضوع اليوم، شو الوضع؟ بالعكس أنا التصريح ما ورط، لا بالعكس أنا بالنسبة لي تصريحي ورط الدولة اللبنانية كلها، ورت الدولة اللبنانية كلها تشد حالها وتنفذ هذا المشروع، لأن وزارة الطاقة لحالها مش هي اللي بتقدر تنفذ أو ما تنفذ. بعدنا هلا عم نحكي إنه في وزارات معنية اليوم، من قلنا لما بدك تاخذي شقفة أرض، لما بتروحي على البلديات، لما في عندك وزارة الأشغال، في عندك وزارة الداخلية، في وزارة الاقتصاد، في وزارة البيئة، في 100 وزارة بتدخل يا أما بكلهم بمشوا المشروع يا أما كلهم ما بمشوا المشروع.
مش هناك نحن عم نقول ما حدا يجرب يخدنا على مطرح تاني بالسياسة. أنا اليوم وزير اقتصاد ما بيهمني النكد السياسي، بيهمني تضول الكهرباء وتردولي 30% من الاقتصاد اللبناني اللي معدوم. كل الدولة اللبنانية اليوم وزير الطاقة يمكن يطلع يحكي تقنيا ويحكي على البروسس كيف بدها تصير، هيدي شغلته هو، وبتمنى له أنا التوفيق، وبتمنى بتمنى أنه بالعكس نحن، أنا قلت أنا عم كون ساعي خير، ساعي خير بهالحكومة أنه حركنا ملف. قلت أنا اللي عم بعمله مش أنا اللي عم جيب الطاقة، ولا أنا اللي عم بدعي أنه رايح والله لجيب شيء من عند قطر للبنان، هيدا كان حاصل موجود بلا جميلة، حدا كان موجود لا وزير الاقتصاد ولا غير. نحن جينا حركنا الرمال الراكدة، قلنا في ركود له سنة ونص، جينا حركناها. اليوم بالعكس هذا بيعطي حافز لوزارة الطاقة تطلع تقول لا نحن مع تنفيذ هذا المشروع، وتحط كل البقوة اللي ممكن يكونوا جزء من التعطيل أو جزء من تسيير الأمور إنه يمشوا بقى، خلاص خلينا نمشي بقى. فأنا بتمنى اليوم هو يحط المسار ويقول هالمية ميجاوات اللي إجوا هيك بدنا ننفذهم، وتفضل كل الوزارات المعنية تقدم لقلنا الرود ماب كيف بدنا ننفذ المية ميجاوات، هيدا همي، غير هيك ما بيهمني أي شيء تاني أنا. يعطيك الألف عافية. زلمة نضوي الكهرباء بقى. كيف؟ والله العظيم. أنت قلتها مع الوزير، الكارتلات ما راح طبعا بعدين اليوم بتجي على اصحاب المطارات، ما في حزب بلبنان، ما في سياسه بلبنان، ما في مداخل بالقصه. باي باي، يعطيك العافيه. اذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي هنا لبنان، كنا قد استمعنا الى وزير الاقتصاد امين سلام في ما يتعلق بفضيحه اليوم يعني انشاء ثلاث معامل للكهرباء والطاقه من مقدمه من دوله قطر الى لبنان. اليوم قال بانه هو ساعي خير وبيامل بانه يوصل او يتحرك هيدا الملف، ونقدر فعلا انه يكون في ثلاث معامل، ولكن هو صوب الاتهامات بالعرقلة لكل مختلف القطاعات، خصوصا من أصحاب المولدات والدولة اللبنانية الغائبة حتى عن التنفيذ. هو عرض هذه المسألة بنفس هذا الموضوع. حيكون عندنا مؤتمر صحفي أيضا لوزير الطاقة طبعا وليد فياض، اللي رح يحكي أيضا بهذه المسألة لنشوف كيف رح تكون موقف وزارة الطاقة من هذه الهبة أو هذا العرض المقدم من دولة قطر. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غيداء جبيلي ورواد تليجي.